تحت شعار تعزيز الجهود الدولية في مجال الأمن النووي، انعقد المؤتمر الدولي للأمن النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بمشاركة ما يزيد عن 100 دولة. وفد السلطنة ترأسه سعادة الدكتور بدر بن محمد الهنائي سفير السلطنة لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي استعرض في كلمته الجهود التي تبذلها السلطنة لدعم وترسيخ التعاون الدولي في مجال الأمن النووي. إن سلطنة عمان ترى أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي بالتوازي مع منع الانتشار النووي، وذلك من أجل المحافظة على السلام والأمن الدوليين. ونحن ندعو منذ سنوات أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. انعقاد هذا المؤتمر الوزاري يأتي في ظروف دقيقة غداة نتائج قمتي واشنطن وسيول حول الأمن النووي وقبيل قمة لاهاي المرتقبة السنة المقبلة، إذ أصبح الأمن النووي يمثل قضية رئيسية فيما يخص حماية الاستخدامات النووية والتطبيقات التي تستخدم المصادر المشعة في مجالات الطب والصناعة والأبحاث والوقاية من الإرهاب النووي. أهم ما جاء في رسالة مؤتمر اليوم هو إيجاد نظام عالمي جديد يتعلق بمعالجة السؤال حول انتشار السلاح النووي، وهذه لأول مرة يجتمع الدول الأعضاء معا من أجل مناقشة هذه المشكلة وإيجاد حل دبلوماسي. إنها فرصة لبدء جدال حول هذه المعضلة والضرورة لتحسين النظام العالمي والوصول إلى معيار واحد. عمان وبالرغم من أنها لا تمتلك أي مواد نووية إلا أنها تحرص على المساهمة في إقرار نظام عالمي للأمن النووي وسلامة المنشآت وحسن الاستعمال، إذ تعد وبالتنسيق مع مكتب الأمن النووي خطة متكاملة لدعم الأمن النووي ستكون جاهزة قبل نهاية عام 2013. السلطنة بمشاركتها في هذا المؤتمر تجدد التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منظومة السلم النووي وضمان الالتزامات الدولية، وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن النووي العالمي. من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نور الهدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان،